اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي اعلنت عن الانتهاء من وضع خطه لتحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكيه الخاصه بالهيئه المعروفه بالبطاقه الزرقاء لقرب انتهاء صلاحيتها، والتحويل لبطاقات كارت ميزه وده مجانا، وده ضمن خطه التحول للشمول المالي. علشان يعني نفهم اكتر عن الموضوع ده معانا الاستاذ محمد سعودي نائب رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي. صباح الخير عليك يا فندم. لو نقول للناس ببساطه الفرق بين البطاقه الزرقاء القديمه واللي هيقف التعامل بيها وبطاقه كارت ميزه الجديده. صباح الخير يا فندم. صباح الخير عليك وعلى مشاهدينك الكرام. اهلا بسيادتك. طبعا حضرتك عارفه ان الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي كانت بتصدر بطاقات لصرف المعاشات، كانت مهمتها صرف المعاشات فقط لا غير. يعني ان انت حضرتك تتقدمي بها للصراف في منفذ الصرف او في مكتب البريد او في مكنة الاي تي ام، تصرفي منها بس المعاش. تمام. طبعا في ضوء خطه الدوله لاتجاه للتحول الشمولي المالي، اصبح في عندنا دلوقتي حضرتك البطاقات الذكيه اللي هي ممكن من خلالها نأدي المدفوعات الحكومية وندفع أي مبالغ مستحقة علينا عن طريق هذه الكروت. يعني زي ما بيقولوا إيه، تقليل الكاش اللي موجود، وفي نفس الوقت ممكن تسحب فلوس، ممكن تأدي تشتري بيها المشتريات بتاعتك الخاصة من السوبر ماركت أو غيره. الكروت الذكية دي إحنا بدأنا كان عندنا 6.5 مليون كارت، ال 6.5 مليون كارت دول غيرنا حوالي 4.7 مليون كارت في خلال الفترة السابقة من اعتبار من شهر 27. بقى عندنا حوالي 1.8 مليون كارت. المليون وثمانية والعشرة كارت دول هيخرجوا بره نطاق الصلاحية في فترة قريبة، ولذلك الهيئة عدت الخطة دي على ثلاث مراحل. المراحل دي بتستهدف المحافظات اللي هي زي ما بيقولوا على حسب الكثافات بتاعتها، يعني المحافظات اللي أقل كثافة اعتبارا من وشهر يناير اللي احنا فيه ده حتى نهاية شهر مارس. هيبقى في محافظات مدن القناة، محافظات سيناء، محافظات البحر الأحمر، الوادي الجديد، بجانب طبعا أسوان والأقصر. عظيم. وعندنا اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم كمل. بجانب المرحلة الثانية دي هتبقى برضه مستمرة من شهر يناير لحد شهر 4، تستهدف المحافظات الأكثر كثافة زي دمياط وكفر الشيخ والتأهلية وغيرهم من المحافظات الأكثر كثافة، حوالي 8 محافظات. والمرحلة الأخيرة هتبقى فيها حوالي بقية محافظات الجمهورية اللي هتبدأ برضه من شهر يناير لحد نهاية شهر مايو. طيب ده عظيم جدا. كده البطاقات القديمه البلاستيكيه هتقف خلاص، مش هنقدر نستخدمها، وفي البطاقات الجديده اللي هي بتاعت كارت ميزه. بنعرف الناس من قبلها بقد ايه عشان ما حدش يروح يجي يصرف المعاش يقول لك البطاقه مش شغاله والله مش عارف اعمل ايه، فاحنا بنعرف الناس قبلها بقد ايه؟ هو حضرتك دلوقتي البطاقه شغاله، احنا بنقول له يا فندم عليك ان انت تتوجه لاقرب مكتب تاميني تابع لي محل سكنك، معاك شهاده بصوره بطاقة الرقم القومي ومدون عليها رقم المحمول بتاع حضرتك، هتقدم صورة البطاقة دي بجانب ان انت هتستلم في ساعتها بطاقة ميزة اللي هي زي ما بيقولوا بدون اي تكلفة او رسوم على ايه الشخص، وهو واقف في مكانه وبياخد الكارت الشهر الجاي بيصرف على طول المعاش. بيصرف على طول المعاش. عظيم. طيب هو الكلام ده هيتم بالتوازي في كل المحافظات ولا الموضوع متقسم؟ لا هو ماشي بالتوازي لكل المحافظات، بس طبعا في محافظات الاعداد فيها اقل واقل كثافه، فدي هتنتهي المده بتاعتها في شهر نهايه شهر مارس، وفي محافظات اكثر كثافه فهتقعد معاها المده لحد نهايه شهر ابريل، والكثافه بتكون اعلى مثلا في محافظات زي القاهره والشرقيه واسكندريه، فدي هتبتدي معاها لحد نهايه شهر مايو. وده طبعا احنا بنعمله ايه علشان مراعاة للأحوال اللي بيعيشها العالم بخصوص فيروس كورونا، وفي نفس الوقت تدابير احترازية، وبنناشد أهالينا إن هم يراعوا التدابير الاحترازية والوقاية ويحافظوا على نفسهم، لأن لسه الفترة قدامهم طويلة إن هو يتقدم في أي وقت وما فيش تزاحم على المكاتب. ويعني وإن شاء الله ربنا ييسر بإذن الله إن الأمور تمشي على خير.
طيب هل احنا بنوصي مكاتب البريد وهي بتصرف المعاشات للناس دلوقتي ان هم يعرفوهم؟ هو حضرتك مكاتب البريد بالفعل حولت المستفيدين اللي بياخدوا منها المعاشات بل حضرتك لكروت ميزه بالفعل أو كلهم اتحولوا كلهم اتحولوا انما احنا بنستهدفهم الفئات اللي لسه حتى وقتنا هذا اللي هي ما عندهاش حساب بنكي وفي نفس الوقت معاها كروت اللي هي بتاعت الهيئه. طيب على ذكر الحساب البنكي، لو حد عنده حساب بنكي ممكن المعاش يتحول عليه على طول؟ ما فيش اي مشكله، على ان هو يتقدم لنا بالموافقه بتاعت البنك وبتاعي شهر على طول بيتحول المعاش للحساب البنكي اللي هو اختاره. عشان بس الناس تبقى ملمه بكل التفاصيل عشان مساله. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. وعلى فكره هو متاح برضه بالفعل ان اي واحد ممكن يجيب لي حساب بنكي او حساب بريدي ويروح لمكتب التامينات يديني الموافقه، او لو عنده محفظه الكترونيه على الموبايل بتاعه ممكن نحول عليها كمان. تمام. يعني احنا بنعتبر كده كارت ميزه ده زي مثلا حساب في البنك. هو حساب بالفعل في البنك. كانه اتفتح له حساب في البنك بالظبط. اي فندم. تمام. بيقدر بقى من خلال اتفضل حضرتك كمل. بيقدر من خلاله ان هو بمعنى صح لو عنده مدفوعات حكوميه زي مثلا استهلاك كهرباء، غاز، ميه، رايح يجدد رخصه، رايح يدفع مصاريف مثلا مدرسيه او غيره، ممكن من خلال الكارت ده يدفع المصروفات بدون ان هو يكون خامس ايديه نقديه او كاش. تمام. لكن كان بالبطاقه القديمه البلاستيكيه دي ما كانش ينفع الكلام ده. ما يقدرش يعمل حاجه زي كده لان هو كان مهمتها ان هي تسحب فلوس فقط لا غير. عظيم. ويقدر يتعامل على الحساب بقى في اي حاجه هو محتاجها مثلا. ممكن هي ممكن يعني عايز مثلا هو عايز يعمل ايداع هو من نفسه مثلا. ما فيش اي مشكله. وبالعكس ده هو حضرتك لو راح سوبر ماركت يشتري المشتريات بتاعته والسوبر ماركت عنده الماكينات اللي هي بتستخدم في هذا الشأن. امتى هتكون متوفره يا فندم الماكينات دي داخل السوبر ماركت؟ هو طبعا في طبعا السوبر ماركت الكبيره موجود فيها الحاجات زي كده. هو بالفعل تفضل حضرتك. ولو انت حضرتك تفعل امتى في المحافظات؟ لان احنا بنتكلم ان الموضوع ده هيكون في نطاق كل المحافظات. او حضرتك لو انت بصيتي دلوقتي في اي محل او بقاله صغير هتبصي تلاقي عنده المكن بتاع فوري وغيره من الماكينات اللي هي زي ما بيقولوا بتأدي. وهو كارت ميزه يشتغل في ماكينات فوري؟ يشتغل في كل حاجه يا فندم. مفيش عليه رسوم يا فندم؟ لا مفيش اي رسم نهائيا. دي مهمه. فوري او من اي ماكينه بنك مفيش عليه رسوم. هو انا بتكلم على ان هو لما ياخد مني انا الكارت مفيش عليه اي رسوم. انما وقت استعمال الكارت مثلا هل في رسوم خدمه او كده؟ هو طبعا حضرتك انا النهارده لما بكون بشتري حاجه مش بيدفع رسوم الخدمه دي يا فندم؟ انا بستفهم منك عشان ده كارت المفروض ان هو بتوع يعني كارت لفئه خاصه، فعايزين نفهم يعني ده مش حساب بنكي عادي. هو يا فندم بص حضرتك اي خدمه دلوقتي بتؤدى طبعا اكيد بيبقى ليها مقابل رسوم اللي هي خاصه بالماكينات والانظمه والسيستم اللي هي الجنيه والاتنين جنيه اللي بندفعهم احنا ساعات في يا فندم. انما احنا بصفه عامه احنا المعاش بتاعنا بيحول ما فيش عليه اي زي ما بيقولوا استقطاعات او اي خصومات بتحصل عليه. انما انت حضرتك راح تشتري مثلا من جهه ما حاجه في مقابل للخدمه دي. عظيم. صحيح. نشكر الأستاذ محمد سعودي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على وجودك معنا يا فندم.